هذه هي الحرفه ديالنا هي هذه. عندنا 7 سنين ديال الجفاف ولكن انت كتشوف هذا الخير تبارك الله مقاومينو وكنجيبوه باش تشوفوه الناس ويكسبوه الناس. كان هو حولي ماشي غير السميه ديال الحولي، كان ياصلوا السلعه اللي هي السردي كيمشي بسواد نضرب بسواد ياكل بسواد البياض بياض كحل كحل. ولكن احنا مشينا في الطريقه ديال الحرفه ديالنا هي هذه الحرفه ديالنا. جينا حتى المسائل 7 سنين ديال الجفاف الدوله ما كتعاونناش، كتعطينا 5 الخناشيل للراس اش غادي نديرو 5 الخناشيل الكساف كاسب 200 ولا 240 ديال الغلاف. 5 الخناشيل في الشهر ولا في العام عطاوهم لينا في العام كيتسمى راه عطاونا الدعم. الدعم ما كنشوفو حتى دعم والو، ما كاينش الدعم، ما كاينش الدعم غير سميه كندو سميه الدعم راه كاين. كنتقاومونا مع المزقور ب 90 ريال الدرا في السوق دابا الرويزه في السوق دايره 80 ريال 4 دراهم. هادشي راه حنا غادي نديرو واحد المستوى صعيب اللي الحواله واخا غادي تجيب الحواله ماشي هما الحواله ديال المغرب وماشي هو المنتوج ديال المغرب. الحمد لله تبارك الله اللي كنت هلات في الكساب عندها منتوج كبير هي، ما خصنا حنا لا حولي ولا بقر، خصنا حتى حاجه يكون كيعطونا الدعم بالحق ديالو ويوصل الدعم بالحق ديالو للكساب يكونوا غادي في واحد المستوى عالي. ما نلقاوش هاد الثمن ديال هاد الثمن اللي كتقول لنا طلع دابا انت اش طلعوا؟ طلعوا الحبوب غاليه، العلف غالي، العلف غالي، الكساب كيوكل العلف ب 4 دراهم ونص ب 4 دراهم راه بزاف على الكساب. هادشي شنو معنى ديال الفلاح هاد السنه ديال الثمن ديال بكري؟ واحد الوقت كنا كنعلفوا هاد المزقور شحال كنعلفوا بجوج دراهم، كنا نحاولي الكساب العياد يعيب 30000 ريال يعيب على المليح على المليح. شحال كان يكون هذا قبل؟ هذا كان يكون قبل ديك الساعه الا جريتي تاخذ ب 400 فرانك بحال هذا راه كاين. ديك الساعه حنا بعنا تاعينا ب 400 350 فرانك بحال هذا البركه اللي كتشوف فيها. علاش؟ علاش كان العلف رخيص؟ دابا كنبيعوا الكسابه بيناتنا راه قلت لك الثمن هو 200 مليون و200 مليون و300 مليون ونص. يعني زاد الدوبل. زاد الدوبل علاش؟ حيت راه واعره باش نقاوموا حوالي 20 شهر هو كياكل في هذا الماكل هذا العلف اللي قلت لك بالثمن اللي قلت لك. الا جينا نحسبوا راه حنا كنخسروا فيه ماشي كنربحوا. بدا كايا الى ما بقاو غير الناس الصباره الى غادي في الطريق ليكون ما جابش الله الثمن واحد شويه الان كاين شويه الثمن وكذا الكسابه غادي نقارضوا ما غاتبقاش هاد السوله اللي عندنا.